طيب هنتكلم دحين عن المايوجلوبين والهيموجلوبين، وليش اللي بيسوي الترانسبورتيشن اللي هو الهيموجلوبين مو المايوجلوبين، تمام؟ ففي سلايد بيبدأ عندنا بسؤال: could myoglobin transport auto؟ احنا عشان نقول نحتاج حاجة مهمة، نحتاج انه المادة هذه اللي حننقل بيها تاخذ الاكسجين في الرئة، تمام؟ وبعد كذا لما تروح عند الانسجة في التيشوز ايش حتسوي؟ حتفكها، تمام؟ طيب عندنا كم حاجة. اول شيء قبل لا نشوف الكير نعرف اللي هي البي 50. ايش معنى البي 50 هذه؟ معناته الضغط اللي يكون عنده هذه المادة. مثلا لو قلت البي 50 حق المايوجلوبين مثلا هنا عندنا مكتوب 0.26 كيلو باسكال. ايش معنى هذا الكلام؟ معناته في 0.26 كيلو باسكال 50% من المايوجلوبين اللي عندي حيكون ايش؟ متشبع بالاكسجين، 50% لسه، تمام؟ هذا اللي اسمه ايش؟ البي 50. البي او 2 اللي هو ايش؟ ضغط الاكسجين حقنا، البارشل بريشر حق الاكسجين، تمام؟ طيب في الرئتين الضغط كم؟ 13 كيلو باسكال حق الاكسجين، تمام؟ بينما في الانسجه كم؟ 4 كيلو باسكال. لو راح المايوجلوبين عند في الرئه حيمسك الاكسجين وكل شيء، تمام؟ ما عندنا اي مشكله، تمام؟ طيب بعد كذا لما المايوجلوبين حيرجع عند الانسجه عشان يعطيها الاكسجين، هل حيقدر يفكه؟ لا، ما راح يفكها. ليش؟ لانه البي 50 حقته 0.26. احنا نحتاج انه يكون الضغط اقل من 0.26 عشان ايش؟ عشان المايوجلوبين يفك الاكسجين اللي معه. والضغط في الرئة كم؟ 4. فالفرق مرة كبير، يعني تخيل قديش الفرق تقريبا، يعني كم؟ والله ما بقول، اتوقع 16 ضعف بس ما ادري يعني. المهم فبالتالي لما حيروح المايوجلوبين في الانسجة ما راح ايش؟ ما راح يفك الاكسجين اللي عنده، فما راح يسوي هذه الوظيفة. طب ايش الفائدة؟ جبت الاكسجين اللي هناك وما فكيته، ايش البلاهة دي؟ ايش استفدنا، تمام؟ فبالتالي اللي بيسوي هذه الشغلة مين؟ اللي هو ايش؟ الهيموجلوبين مو المايوجلوبين. خلينا نشوف هذا الكيرف. هنا في عندنا ايش؟ الاثنين، اللي هو الكيرف حق المايوجلوبين والهيموجلوبين، تمام؟ هذا البارتشل بريشر فين؟ في اللنجز. وهنا ايش؟ في التيشوز، تمام؟ طبعا هنا بس غير الوحده قياس الضغط، خلاها مليمتر ميركوري، تمام؟ هنا كان مستخدم كيلو باسكال، ما تفرق بس ايش؟ انهم عشان يعني تكون الارقام اسهل. في اللنجز كلهم عندهم هاي افينيتي، يعني كلهم راح ايش؟ لا راح يتشبعوا ويرتبطوا بليش؟ بالاكسجين. كويس، كل شيء تمام. لما حنروح عند التيشوز هنا، تمام؟ هذا تقريبا هنا في النص، لاحظ ان المايوجلوبين لسه الافينيتي حقته جدا عاليه، البارتشل بريشر حقه هنا لسه اللي هو اللي يكون 50% متشبع هنا، فبالتالي ما راح يفك اي اكسجين. بينما الهيموجلوبين حقنا اللي هو بيسوي هذا الشغل اصلا، البارتشل بريشر حقه هنا، فبالتالي ايش؟ راح يفك ايش؟ الاكسجين اللي معاه، والانسجه ايش هتستفيد عنده. هذا الكيرف ايش نسميه؟ حق المايوجلوبين نسميه هايبر بوليك حق المايوجلوبين، تمام؟ بينما للهيموجلوبين نسميه ايش؟ السيجمويد كيرف، تمام؟ طيب فور افكتيف ترانسبورت افينيتي ماست فاري وذ بي او 2، يعني الافينيتي حق الهيموجلوبين لازم تتغير مع تغير الضغط حق ايش؟ حق الاو 2. احنا نعرف انه في الرئه الضغط عالي جدا، بينما في ايش؟ في التيشوز اقل، تمام؟ فاحنا نعرف انه اول كمان قلنا يعني فوق في الليكتشر انه هذا الهيموجلوبين عنده حالتين، عنده تي ستيت وار ستيت، تمام؟ الار ستيت اللي يكون فيها يكون عنده هاي افينيتي للاكسجين، التي ستيت يكون عنده ايش؟ اقل افينيتي في الاكسجين، وحنشوفه بعد كده بالتفصيل. هذا اللي هو حقنا اللي قلنا ايش؟ السيجمويد كيرف. فعنده حاله يكون فيها الافينيتي جدا عاليه، وعنده حاله تكون الافينيتي جدا قليله، تمام؟ هذا التغيير متى نستخدمه؟ يعني هذه الحالة حتكون في الرئتين عشان نسحب ايش؟ أكثر أكسجين نقدر عليه. وهذه الحالة تكون فين؟ في التيشوز عشان ايش؟ عشان نفك الأكسجين اللي معانا، تمام؟ عندنا حاجة اسمها الكوبرتيفيتي اللي هي في السيجمويد كيرف. الكوبرتيفيتي إنه عندنا ايش؟ يعني حالتين أو عندنا أكثر من حالة تأثر على بعض، تمام؟ Because of its cooperative binding, hemoglobin is more sensitive to the small difference in O2 concentration. يعني التغيير في الضغط حق الأكسجين بيأثر على الأفينيتي حقته حقة الهيموجلوبين. لما أزيد الضغط بتزيد عندي الأفينيتي، لما أقلل الضغط حق الأكسجين بتقل الأفينيتي، وإيش وراح إيش ينفك الأكسجين اللي موجود عندنا، تمام؟ فقال لنا differences in O2 concentration between the tissues and the lungs allowing it to bind oxygen in the lungs. يعني هذا بسبب هذا التغيير أو الكوبرتيفيتي هذه الخاصية اللي عندنا بتخلي الهيموجلوبين يرتبط بالاكسجين في الرئتين لما يكون البارتشل بريشر حق الاكسجين عالي، تمام؟ ويفك الاكسجين فين؟ في التيشوز، مكان لما يكون البي او 2 اللي هو الضغط حق الاكسجين يكون ايش؟ قليل، تمام؟
طيب المايوجلوبين ايش شغلته من هذا كله؟ المايوجلوبين شغلته انه يخزن الاكسجين فين؟ في العضلات. ليش طيب؟ احنا قلنا انه العضلات من الانسجة تمام، فبالتالي انا لما يصير عندي نقص مرة في الاكسجين، يعني نفترض انه والله احنا الضغط الضغط الطبيعي حقنا في التشو للاكسجين يكون 4 كيلو باسكال مثلا، تمام الحين 4 كيلو باسكال، لو نزل مرة الضغط وصل يعني قلنا اول هنا مثلا 0.26 هذا حقنا، هنا ساعتها راح يفك المايوجلوبين اللي عنده، لانه الجسم هنا في هذه الحالة ايش راح ضروري انه يحتاج ايش هذا الاكسجين، عشان كذا هو يعتبر ايش ستورج، وما يفك المايوجلوبين ما يفك الاكسجين اللي معاه الا في اللو ايش بارتشل بريشر حق مين حق الاكسجين. طيب هاو كان افينيتي تو اوكسجين تشينج، كيف الافينيتي؟ احنا قلنا هنا انه في عندنا افينيتي قليله وفي حاله تكون الافينيتي كثير، طب كيف هذا الشيء بيتغير اصلا؟ عندنا شيء الخاصيه اللي قلنا الكوبرتيفيتي، تمام كوبرتيف بروتينز هاف مالتيبل لايجند بايندينج سايتس، تمام يعني عنده اكثر من مكان ممكن ترتبط به هذا يعني اللايجند اللي هي المواد اللي ترتبط، تمام هذه البايندينج سايتس ايش اللي يصير فيها؟ must be able to interact with each other، يعني كانها تتفاعل مع بعضها، يعني احنا نعرف انه نرجع فوق معلش الشكل حق الهيموجلوبين حقنا عندنا اربع ايش سب يونتس، تمام وكل سب يونت فيها ايش مركب هيم واحد، فبالتالي عندي اربع اماكن ممكن اني اربط فيها اكسجين، تمام binding of a ligand في هذه الحاله اللي هو الاو 2 لما يرتبط الاو 2 to one site affects the binding properties of a different site on the same protein، يعني مثلا احنا عندنا اربعه تمام، خلينا نقول انها كذا مثلا هي 2 الفا و2 بيتا، تمام خلينا نقول مثلا طبعا هو بس مثال، لو هنا مثلا شبك معاه او 2 مثلا الافينيتي كانت هنا 10 تمام، هنا راح تصير 100، بعد كذا بسبب انه هذا ارتبط حتصير هنا مثلا 1000، بعد كذا هنا حتصير ايش حتزيد الافينيتي اكثر ويصير ايش 10000 مثلا تقريبا يعني، فهنا هذا هو الكوبرتيفيتي انه ايش انه البايندينج اوف ا لايجند تو وان سايت افكتس ذا بايندينج بروبرتيز اوف ا ديفرنت سايت، يعني لما نشبك الاو 2 في واحد من السب يونتس راح ياثر على ايش على السب يونتس الباقيه، تمام هذه الخاصيه او الظاهره هذه بنسميها ايش الكوبرتيفيتي، تمام طبعا في بوزيتيفلي ونيجاتيفلي، طبعا نيجاتيفلي مو معناته انها سيئه بس انها يعني كانها بتاثر وحنشوف كيف يعني بتاثر انها تفك الاكسجين، فالبوزيتيفلي فيرست بايندينج ايفنت انكريز افينيتي ات ريمينينج ايش سايتس، يعني اول اكسجين حيرتبط هنا او او 2 حيرتبط هنا حيبدا يزيد الافينيتي للباقيه كلها، تمام النيجاتيف كوبرتيفيتي فيرست بايندينج ايفنت ريدوسز افينيتي ات ريمينينج سايتس، تمام وحنشوف ايش الامثله اللي بعد كده عندنا. طيب احنا قلنا عندنا حالتين للهيموجلوبين اللي هي الار ستيت والتي ستيت، التي ستيت اللي يكون عنده لو افينيتي والار ستيت اللي يكون عنده ايش هاي افينيتي، تمام فالتي ستيت من تنس يعني ماخذينه مور انتراكشنز مور ستيبل، السب يونتس بينها روابط اكثر في تفاعل اكثر بينها، تمام فبالتالي كانها مشبوكه مع بعض اكثر، فما في مكان كانه للاكسجين انه يشبك، تمام او يعني صعب انه يشبك الاكسجين، فعندنا ايش لوور افينيتي فور او 2، تمام ريلاكسد ستيت فيور انتراكشنز، يعني الانتراكشنز اللي بين السب يونتس اقل وبالتالي في مساحه اكثر لمين للاو 2 انه يشبك، هذه الهاير افينيتي، تمام او 2 بايندينج تريجرز ا تي ستيت to R state conformational change، يعني لو عندي مثلا انا هنا في T state شبك واحد معاه O2 تمام، هذا اول binding راح يحفز عندي انه يتغير من T state ليش لل R state وتزيد الافينيتي وراح يشبك الثاني ويشبك الثالث ويشبك الرابع، تمام conformational change from the T state to the R state involves breaking ion pairs between the alpha and beta interface، طبعا انه يعني بس الفكره انه احنا مو قلنا انه هنا عندنا مور انتراكشنز، لما نتحول للار ستيت اللي يكون يعني فيها اقل انتراكشنز فبالتالي هنا عندي كانت في موجوده تفاعلات هي اللي قاعده تربط هذه السب يونتس اكثر ببعضها، تمام لما اتحول للار ستيت هذه الروابط ايش حيصير فيها؟ اكيد حتتكسر، فهذا هو ليش قاعد اتكلم عنه هنا، تمام طيب عندنا حاجه ثانيه اللي هو السي او 2، احنا نعرف انه السي او 2 ينتج في كل خلايا الجسم، كل خلايا الجسم تنتج السي او 2 تمام ولازم انه بعد كده تتخلص منه، 80% من السي او 2 كيف راح يطلع او يعني 45% من السي او 2 كيف يطلع؟ طب خلينا نقرا نمشي بالكلام، سي او 2 is produced by metabolism عمليات الاي تمام in tissues and must be exported، لازم نشيل هذا السي او 2 لازم نتخلص منه، تمام most of سي او 2 is exported as dissolved bicarbonate، ايش اللي بيصير عندنا؟ هذه العمليه حقتنا تمام
كربون دايوكسيد برودوسد باي كاتابوليزم انترز اريثروسايت. خلينا نعمل الكلام. المهم انه صار عندنا عمليه ايض تمام، وصار عندنا في سي او 2 تمام. هذا السي او 2 حيتحول ليش؟ حنحوله بانزيم اسمه كاربونيك انهايدريز. هذا الانزيم حيحوله ليش؟ لباي كربونات. هذا الباي كربونات تمام، زائدا اتش بلس تمام. هذه الباي كربونات ايش يصير لها؟ راح تصير لها ديزولف في البلد بلازما، يعني راح تكنها تذوب في البلازما حقت الدم تمام. وبعد كذا راح تتحول الين، طبعا احنا نتكلم عن ايش؟ عن التيشوز تمام. بعد كذا حنروح في اللنجز. احنا دحين في اللنجز، الدم حيروح لين اللنجز تمام. ايش حيسوي هذا الباي كربونات؟ حيرجع يتحول لمين؟ لسي او 2 عن طريق مين؟ الكربونيك انهيدريز، نفس الانزيم. ففي اللنجز هذا الباي كربونات اللي ذاب في الدم حيتحول لمين؟ لسي او 2، يرجع مره ثانيه يتحول لسي او 2 ويطلع من فين؟ في الاكسهيل لما يطلع ليش؟ الزفير تمام. هذا اغلب الايش السي او 2 يطلع بهذه الطريقه. طبعا في شيء ثاني اللي هو تو مينتين ذا الكتروكيميكال بوتنشال، اللي هي عشان الشحنه. هذه الباي كربونات سالبه تمام، فلما بتطلع لازم اننا كمان ايش يعني، اذا طلعت شحنه سالبه لازم تدخل شحنه سالبه عشان ايش؟ ما نخسر ويصير في فرق في البوتنشال حق ايش؟ حق الممبرين تمام. في حاجه مهمه تمام، هذه العمليه اللي نلاحظ انه بينتج فيها ايش؟ هيدروجين تمام. هذه نقطه يعني مهمه. نرجع هنا للكلام. فورد باي كربونيك انهايدريز، اللي هو قلنا الباي كربونات بيحولها مين؟ الكربونيك انهايدريز. وهذه العمليه بتنتج مين؟ بروتون اللي هو H+. ونفتكر احنا ال H+ لما نقول H+ غالبا نتكلم عن ايش؟ عن اسيديتي. لما نزيد H+ معناته احنا قاعدين نزيد ايش؟ على اسيديتي. وحنشوف ايش الفائده منها. طيب الباقي ال 15 ل 20% من السي او 2 كيف راح يطلع؟ تمام؟ is exported in the form of carbamate، راح يتحول لمركب اسمه الكربامات. ايش هو هذا الكربامات؟ احنا نعرف انه الامينو اسيد البروتينات حقتنا، مثلا خلينا نقول هذا مثلا بروتين 1 2 3 4 5، هذه كلها امينو اسيد 6 تمام. هذا عندي طرف حيكون كذا مثلا سي او او، وعندي طرف اكيد حيكون ايش؟ ان اتش 3 مثلا بلس امينو ماينس تمام. فعندي امينو تيرمينال وعندي ايش؟ كاربوكسيك تيرمينال في كل البروتينات. في الاخير حلقه طرف امينو وطرف ايش؟ كاربوكسيك كاربوكسيل تمام. فهو قاعد يقول لنا هنا انه هذا الكربامات كيف بيتكون. الامينو تيرمينال، هذا الامينو تيرمينال اللي عندي هذا ال NH2 راح يشبك معاها السي او 2 ويتكون عندنا مركب اللي هو اسمه ايش؟ الكربامات. هذا هو الكربامات تمام. On the amino terminal residue of each the polypeptide subunits. احنا عندنا كم سب يونت في الهيموغلوبين؟ عندنا أربعة، فبالتالي ايش؟ حناخذ أربعة سي او 2 تمام. طيب ايش نلاحظ هنا؟ لما شبكت هذه السي او 2 ايش اللي طلع عندي؟ طلع عندي ايش؟ هيدروجين تمام. فانا عندي دحين هنا هذه كلها ايش؟ فكت هيدروجين. طب ايش الفائدة او ايش اللي حنلاحظ فيه؟ وحنشوف دحين تمام. Notice the formation of carbamate also yields a proton، يعني حتى هذا التفاعل هنا اللي هو قلنا اللي بالكربونيك انهايدريز سوى لنا هيدروجين، وهذا التفاعل حق الكربامات برضو ايش طلع لنا هيدروجين. طيب هنا حيصير عندنا حد اسمه البور افكت. خلينا نشوف شو هذا الايش البور افكت. احنا نعرف انه لما نزيد ال H+ معناته قاعدين نزيد ايش؟ الاسيديتي، صح ولا لا؟ طيب هل الاسيديتي بتاثر على وظيفه الهيموجلوبين؟ يس بتاثر. هذه الثلاثه كيرفات عندنا، هذا pH 7.2، اذا كان pH 7.2 هذا الكيرف. طبعا الكيرف كل ما نزل على تحت معناته انه الافينيتي بتقل، ولما نطلع على فوق معناته ايش؟ الافينيتي للاكسجين بتزيد. معناته انه هنا كل ما كنا فوق معناته راح نشبك للاكسجين اسرع. طيب حنشوف هذا الاختلاف ايش سببه تمام. Actively metabolizing tissues generate H+. الميتابولايزنج تيشوز هذه عمليات الايض اللي بتصير وكذا، بيطلع منه عندنا ايش؟ H+. وشفنا حق الكربامات وحق ايش اللي هو هذا حق الكربونيك انهايدريز والبايكربونيت تمام. Lowering the pH، لما حتزيد ال H+ حيصير الوسط acidity اكثر، فبالتالي ايش؟ قاعد تزيد ال ايش؟ قاعد يعني يقل ال pH تمام. Of the blood near the tissues relative to the lungs، معناته انا عندي هذه عمليات الاطفال بتصير في الانسجه، معناته عندي في الانسجه كانه نقدر نقول انه ال pH نوعا ما اقل من مين؟ من اللنجز. في اللنجز ال pH اعلى تمام. Hemoglobin affinity for oxygen depends on the pH. هذا ال pH راح يأثر على ايش؟ على الافينيتي حق الاكسجين
في ال في ال في ال حق الأفينيتي للهيموجلوبين مع الأكسجين، تمام؟ فلما يرتبط ال H بلس هذا مع الهيموجلوبين بيحفز، أو يعني مو يحفز، يخلي ال stabilize the T state، كأنه يخلي ال T state هذه تستقر. وإحنا نعرف إنه T state إيش بها؟ هي الحالة اللي تكون الأفينيتي للأكسجين أقل. فبالتالي لما يكون عندي ال H بلس كثير حتقل الأفينيتي للأكسجين، تمام؟ فمعناته في الأسيديك ميديا لما يكون عندي H كثير راح يكون الأفينيتي أقل، عندي T state هي الأكثر. وبينما في البيسك ميديا كل ما زاد تقريبا تكون بيسك، يعني نسبيا تكون بيسك أكثر، إيش راح تزيد الأفينيتي للأكسجين. إيش اللي بيصير عندنا؟ عندنا فيه رابطة بتصير بين الهستيدين رقم 146 مع مين؟ يسوي سولت بريدج مع الأسبرجين أظن، اللي هو إيش؟ أربعة أو الأسبرتين، ماني متأكد والله صراحة، بس المهم إنه هذه الاثنين بيصير بينهم رابطة سولت بريدج، تمام؟ هذه الرابطة إيش بتسوي؟ بتخلي الأكسجين اللي مرتبط مع الهيموجلوبين يطلع. يعني كأنه إحنا لما حنصير في التي ستيت بتقل الأفينيتي، فبالتالي أي أكسجين مرتبط مع الهيموجلوبين إيش؟ راح ينفك ويطلع. يعني مثلا خلينا نرسم مثلا هذه عندنا كذا أربعة سبيونت، طبعا أنا ماني متأكد من هذا اللي حرسمه، بس مثلا خلينا نقول إنه هنا كان عندي أكسجين، تمام؟ بس يعني الرسمة ما لا تموت للواقع بصلة، ولكن فقط لتوضيح الفكرة. خلينا نقول هنا عندي إيش؟ أكسجين، تمام؟ إذا صارت هذه الرابطة مثلا، أنا ما أعرف هي الرابطة فين تصير بين ذول الاثنين ولا لا، بس مثلا صارت الرابطة هذه، هذه الأكسجينتين مثلا راح تنفك خلاص. ليش؟ لأنه صارت الرابطة وصار عندنا تي ستيت حيقرب من بعض، ففي التي ستيت هذه حيصير عندها لو أفينيتي، والأكسجين هذا إيش راح يطلع لمين؟ للتيشوز، تمام؟ هذه هي الفكرة حقت الرابطة هذه. Blood pH difference between the lungs، في اللنجز عندنا الـ pH 7.6. And metabolic tissues في الأنسجة اللي يكون فيها عمليات ميتابوليزم كثير بيكون 7.2. increase efficiency of the auto transport، يعني كيف بتأثر هذه العملية في اللنجز؟ حيكون إيش؟ الـ H أقل، صح؟ الـ H plus قليل، فبالتالي عندي إيش؟ هذه الرابطة ما راح تتكون، فحتقعد عندي الـ R state موجودة اللي تحب الأكسجين، فبالتالي في اللنجز راح ناخذ أكسجين زيادة. يعني زي ما نلاحظ إنه هنا كل ما حنطلع كده معناته الأفينيتي تزيد. بينما لما نروح للتيشوز هنلاقي إنه الـ pH عندي كثير، الـ pH يعني أقل، تمام؟ يعني acidity أكثر، معناته عندي H plus كثير. وقلنا هذا الـ H plus بيسوي إيش؟ بيسوي يساعد إنه في هذه الرابطة اللي بتصير، وبالتالي بيخلي إيش؟ الأكسجين ينفك. فإيش؟ أنا هذا اللي أبغاه، أنا أبغى شيء يرتبط في الرئة ويفوق فين؟ في التيشوز. هذا التأثير حق الـ pH إيش اسمه إيش؟ This is known as the Bohr effect. عندنا مركب ثاني برضو بيأثر اللي هو 2-3 باي فوسفو جلايسريت، تمام؟ هذا الباي فوسفو جلايسريت مركب عنده شحنات سالبة مرة كثير، تمام؟ هذا هو الباي فوسفو جلايسريت، تمام؟ إيش بيسوي هذا الباي فوسفو جلايسريت؟ طبعا هو موجود بكميات قليلة جدا، ميلي مولر كونسنتريشن، يعني جدا تركيزه قليل في خلايا الدم الحمراء، تمام؟ produced from an intermediate in glycolysis. الجلايكوليسيس اللي هي عملية تكسير السكر، يعني هو من الأشياء اللي بتنتج فيش في عملية إيش؟ تكسير السكر، تمام؟ هذا البايفوسفوجلايسريد، تمام؟ إيش بيسوي؟ small negatively charged molecule، تمام؟ طالما إنه negatively charged هيرتبط مع الوسط، هذا الهيموغلوبين حقنا عنده كده في النص، عنده إيش؟ positively charged central cavity، وزي ما أخذنا في الترمينولوجي cavity معناتها فراغ أو تجويف، فهذا التجويف، تمام؟ موجب الشحنة، تمام؟ لما بيجي هذا البايفوسفوجلايسريد إيش بيسوي؟ بيدخل هنا ويشبك، تمام؟ لما بيشبك هذا البايفوسفوجلايسريت الايش التي ستيت بيصير لها استابلايزيشن، يعني التي ستيت بتصير ايش؟ ثابته، ما راح يصير عندي افينيتي عالي للاكسجين، فبالتالي اي اكسجين مرتبط هنا راح ينفك وما حقدر ارتبط مع اكسجين، راح افك اي اكسجين على طول عندي، تمام؟ فهذا البايفوسفوجلايسريت ايش بيسوي؟ بيدخل في السنترال كافيتي هذا حق الهيموجلوبين ويرتبط ايش مع البوزيتيفلي تشارج اللي هنا، الامينو اسيد اللي هنا، تمام؟ طيب ايش بنستفيد من هذا البايفوسفوجلايسريت؟ احنا قلنا انه ايش بيقلل الافينيتي للاكسجين، بيقلل الافينيتي، تمام؟ طيب ايش اللي بيصير، تمام؟ هنا 2 3 بايفوسفوجلايسريت allows for auto release in the tissues and adaptation to changes in the altitude. طيب خلينا نشوف ايش اللي بيصير. قال لك adaptation to changes in the altitude، يعني كانه تكيف تغير الارتفاعات. خلينا نشوف ايش دخل تغير الارتفاعات في الموضوع حقنا الحين. خلينا بس نغير اللون عشان هنا عندنا اخضر، تمام؟ هنا احنا في السي ليفل في جدة مثلا، تمام؟ هذا الكيرف حقنا اللي هو ايش؟
بالأزرق تمام، هذا الكيرف حقها، في كل شيء طبيعي تمام. At sea level the lungs hemoglobin is 100% saturated with O2، يعني الهيموغلوبين حيكون 100% متشبع بالأوتو فين؟ في السي ليفل. لما حيروح في الأنسجة تمام، الهيموغلوبين يكون 60% مشبع بالإيش؟ بالأوتو. الريليست أوتو من ال يعني هو كان متشبع 100% فإيش؟ فالريليسنج اللي سواله تقريبا إيش؟ حنطرحهم من بعض تقريبا مو 100% بالضبط يعني 98 وكذا، فبالتالي حيصير عندنا إيش؟ 38%. فبالتالي أنا أحتاج إنه التيشو تاخذ كم؟ 38%، هذا اللي نحتاجه صح ولا لا؟ طيب لما نطلع في ارتفاعات اعلى زي مثلا اي جبل فوق او كذا، نسبه الاكسجين بتقل في الجو صح ولا لا؟ فبالتالي في اللنجز عندي نسبه الاكسجين اقل تمام، فالهيموغلوبين بالتالي ما حيكون متشبع بنفس الكميه، احنا كان هو تقريبا متشبع 100%، هنا قلت الين ايش؟ 90%. طب هل حيقول اللنجز حتقول التيشو والله ما نقدر نسوي شيء خلاص دبري نفسك خذ ال 30% هذه وخلاص؟ لا، هيقول لك احنا ايش لازم، انا احتاج اني احافظ على 60% حقتي، ما ينفع تسيبني بس بال 30%، ال 8% النقص هذا جدا كبير حيأثر على وظائف الجسم وحيأثر تمام. فايش حنسوي؟ كيف نعوض هذا اللي ناقص عندنا تمام؟ ايش اللي بيصير في الهاي altitudes في الارتفاعات العالية؟ الجسم بيسوي ايش؟ بيفرز هذا البايفوسفوغلايسريت. لاحظ هنا لما كنا في السي ليفل كم تركيز البايفوسفوغلايسريت؟ 5 ملي مولر، بينما في الهاي اتيتود زاد كم؟ 8 ملي مولر، يعني زاد تقريبا 3 تمام. هذه الزياده ايش بتسوي؟ مو احنا قلنا انه هو بيقلل الافينيتي للاكسجين، فحيخلي هذا الهيموغلوبين اللي هنا ايش حيسوي؟ حيقول يا حبيبي انت حتروح هناك حتفك الاكسجين غصبا عنك مو على كيفك تمام. ف بايفوسفوغلايسريت كونسنتريشن ديكريزز ذا افينيتي اوف هيموغلوبين فور او2، يعني هذا البايفوسفوغلايسريت بيقلل الافينيتي حقه الهيموغلوبين انه يرتبط مع الاو2، وبالتالي بيخليه يفك ايش؟ الاكسجين اكثر، فحيزود نسبه ايش؟ التشبع عندنا في التيشوز وايش ويخليه حيعوضه تقريبا الى 37%. طبعا 37 38 1% فرق، مو اول كنا 38 ايش 30 ايش في المية تمام. طيب هنا عندنا فاكتورز افكتنج اوكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف، ايش اللي بيأثر على ايش؟ على هذا الكيرف تمام. احنا قلنا اذا طلعنا كذا على فوق تقريبا هذا ايش؟ بيزيد الافينيتي، اذا نزلنا على تحت معناته ايش؟ اللي هو بيقل الافينيتي. طيب باختصار اول شيء خلينا نبدا باللي احنا اخذناه كله، قلنا الاشياء اللي ايش؟ بتنقص الافينيتي، ولما نروح عند التيشوز ايش بها؟ بتخلي الهيموغلوبين يفك ليش؟ الاكسجين اللي معه. اول حاجه السي او 2، وقلنا ليش السي او 2؟ عشان قلنا لما يطلع يتنقل مو بيفرز اتش بلس، مو بيسوي لنا كربامات، هذه كلها ايش بتسوي؟ بتقلل الافينيتي لمين؟ ليش؟ للهيموغلوبين تمام. الاتش بلس يعني لورينج بي اتش، كل ما نقص البي اتش كل ما كسرنا اسيدك ايش؟ كل ما ايش حيفك الاكسجين اكثر، واخذنا اللي هو هذا اللي هو البور افكت، انه لما زادت الاتش عندنا ايش بدا يزيد تقل الافينيتي تمام، وقلنا بسبب انه هذا الاتش بايندز تو الهيموغلوبين اند ستابلايزز ذا تي ستيت بسبب الرابطه هذه اللي تتكون بين الهيستيدين وهذا الاي اس بي 94 تمام. والشيء الثاني زياده تركيز مين؟ زياده تركيز الدي في جي، هو نفسه البايفوسفوغلايسريت هذا حقنا البايفوسفوغلايسريت اللي قلنا انه بيرتبط بايش؟ هو مركب سالب بيرتبط في السنترال بوزيتيف كافيتي حق الهيموغلوبين، وبيسوي ستيبلايزيشن لمين؟ للتيستيت تمام. وبعد كذا ايش برضو التمبريتشر تمام. بينما في اللنجز تمام ايش اللي بيخلي الافينيتي تزيد؟ ايش اللي بيخلي الهيموغلوبين يرتبط اكثر مع مين؟ مع الاكسجين. اذا قل تركيز السي او 2 نفس الشيء بس اللهم العكس، يعني هنا هذا ايش؟ هذا الجدول هنا عكس هذا، اذا قل تركيز السي او 2، اذا قل الاتش، اذا قل البايفوسفوغلايسريت، واذا ايش؟ واذا قلت ايش؟ التمبريتشر. هذا ايش باختصار. عندنا اخر سلايد اللي هي البايندينج اوف كربون مونوكسيد. هذا السي او الكربون مونوكسيد has similar size and shape to O2. احنا نعرف انه المركبات العضويه والبروتينز بشكل اخص عندها اللي هي قلنا اول في الليكتشات اللي قبل اللي هي بايندينج بوكيتس، يعني عندها شكل محدد تخلي بس شكل محدد يرتبط معاها تمام. عندنا هنا مشكله انه السي او يشبه جدا الاو 2 في شكله تمام، فيقدر انه يركب في نفس المكان حق ايش؟ حق الهيموغلوبين. هذا عندنا المثال تمام، هذا هو شكل جزيء الهيم، هذه الدرات الحديد اللي في النص تمام، هذا السي او
الكربون مونوكسيد، وهذا ليش الأكسجين حقنا، تمام؟ الأوتو CO binds to free heme over 20,000 مرة times better than O2، تمام؟ الهيم لما يكون لحاله، اللي هو جزيء الهيم، طبعا احنا ما نتكلم هنا عن الهيم مع البروتين، لا نتكلم بس عن جزيء الهيم لحاله، بيكون ايش الافينيتي له اعلى ب 20,000 مرة من ليش من الO2. فبالتالي لو جبت الهيم حقي هنا، هذا هيم حق عندي، تمام، وحطيت له O2 وحطيت له هنا مين سي او، حيروح يشبك مع مين؟ على طول مع السي او. طب انا كانسان ايش حيصير لي؟ حموت لو كذا، تمام. فايش بنسوي؟ فلما نرتبط ببروتين، البروتين بوكيت، يعني ما بيكون الهيم لحاله طبعا في جسمنا، الهيم بيكون مرتبط مع بروتين، تمام. ديكريز الافينيتي فور سي او بس ات ستيل بايندز 200 تايمز بيتر ذان او 2. بس طبعا يعني شوفوا، حتى بعد ما ركبنا مع البروتين الافينيتي صارت 200 مره، طبعا فرق من 20,000 مرة ل 200، فرق جدا مرة فرق، تمام. لكن ايش برضو ستيل انه مرة كثير، يعني هذا قاعد يشبك 200 مرة اسرع من مين؟ من الاو 2، تمام. فبالتالي السي او هذا يعتبر هايلي توكسيك از ات كومبيتس وذ اوكسجين، يعني كانه قاعد ينافس الاكسجين، ما يخلي الاكسجين يرتبط مع الايش الهيموغلوبين او المايوغلوبين، تمام. فايت بلوكس ذا فانكشن اوف مايوغلوبين اند هيموغلوبين، ما يخليهم ينقلوا اكسجين. تخيل انت شبك ايش معهم سي او، فبالتالي انت راح تنخنق والله يرحمك ونصلي عليك صلاة الميت. فهذا هو ايش باختصار اللي ايش الكربون مونوكسيد.